طبعا اليوم مدينه كربلاء المقدسه تدخل في العد العشي لاستقبال الزائرين. اوقات الذروه هي ثلاثه ايام او اربعه ايام المتبقيه. هنالك احتضار كامل على كل مداخل المدينه ومخارجها. ايضا هنالك بعض الزائرين غادروا نتيجه الاحتضار الكبير الذي تشهده المدينه. ما تشهده المدينه هو اليوم استنفار في كل الدوائر الخدميه والامنيه والصحيه لما تشهده المدينه من دخول اعداد كبيره، خصوصا في هذه الايام يتجه ابناء المحافظات القريبه من مدينه كربلاء المقدسه للزياره، كون الزياره على مقربة ثلاثه ايام او اربعه. فدخول ابناء المحافظات القريبه يساعد في الزخم الكبير او الضغط الكبير على المدينه القديمة. لذلك اليوم قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة اتجهت إلى القطع الأول. القطع الأول يسمى بالمدينة القديمة، منعت اليوم دخول العجلات بعدما كانت العجلات تدخل إلى مسافة قريبة من الحرمين الشريفين. اليوم قيادة شرطة المحافظة وعدت بالقطع الأول اللي هو يشمل المدينة القديمة نتيجة الاكتظاظ الكبير لأعداد الزائرين وأيضا المواكب في داخل مدينة كربلاء. طيب، من كربلاء إلى النجف وإليك محمد، يعني هل ما زال الزائرون الأجانب يتوافدون إلى المحافظة عبر مطارها؟ يعني ما هي آخر الاستعدادات في المحافظة للزيارة الأربعينية؟ تفضل. لك زميلي عدي وتحية لزميلي علي من كربلاء ولمشاهدينا الكرام. بالتأكيد يعني ما زالت محافظة النجف تشهد ذروة المسير وقدوم الزائرين من مختلف دول العالم، سواء عبر بوابة مطارها الدولي أو حتى من منافذها المختلفة بالاتصال مع المحافظات الجنوبية. النجف ما زالت تستقبل أعداد كبيرة من الزائرين، وصل عبر مطار النجف الدولي أكثر من 100,000 أو عفوا أكثر من 70,000 مسافر، ومن خلال أكثر من 900 رحلة قدمت من مختلف دول العالم إلى المحافظة. الآن ما زال هذا أحد الشوارع الرئيسية المهمة داخل محافظة النجف والرابط ما بين مسجدي الكوفة والسهل المعظمين. هذا الشارع يشهد زخم كبير للكتلة البشرية التي تسير لتأدية الزيارة في مسجدي الكوفة والسهلة، ومن ثم التوجه عبر هذا الممر إلى طريق كربلاء والمسير باتجاه كربلاء المقدسة. الاستعدادات الأمنية كبيرة جدا لمحافظة النجف، هنالك انتشار أمني كبير على طول الطرق التي يسلكها الزائرين من رابطة مع محافظة كربلاء. مفارز المرورية موجودة على طول الطريق، أيضا هنالك المفارز الصحية وأيضا الدوائر الخدمية التي تبذل الجهود الكبيرة هنا في محافظة النجف من أجل تأمين احتياجات المواكب الحسينية التي تقدم الخدمات للزائرين. الكتلة البشرية كبيرة جدا التي دخلت للمحافظة، وبالتالي هنالك يقابلها جهود كبيرة، لكن تحتاج إلى تغطية ودعم من بعض الدوائر الخدمية في باقي المحافظات، وهذا ما حصل بالفعل. الزيارة ما زالت مستمرة، لربما ستنتهي تدريجيا اليوم وغدا، ومن ثم سيكون هنالك أو تكون الذروة في محافظة كربلاء. نعم، من النجف محمد الغالبي ومن كربلاء علي مطير، شكرا جزيلا لكما مراسلينا وأيضا لباقي شبكة ون نيوز.